يسمع الكلام هذا يعتقد انه كلامك نوعا ما اعلامي او تحفيزي اكثر او لتطوير الذات، لكن انا اخذت جوله الفتره اللي فاتت قبل ما اجي هنا، شفت العمل كيف ماشي بنظام كبير جدا، وانا صراحه يعني اثني عليك وعلى المجهود الجبار اللي قمتوا فيه. 40 سنه انا اسميها سنوات الانجازي والاعجاز، ما شاء الله تبارك الله. لا الحقيقه شوف، انا ما بعيد عن المدح والحاجات اللي ما هي عمليه، اقول انه فيه يعني الحقيقه فرص الشباب بما فيهم اولادي فرص عظيمه جدا من جد، يعني ما عمليه مدح ولا شيء، لان البلد فيها حوالي 8 مليون اجنبي يشتغلوا، وهؤلاء الاجانب اهلا وسهلا فيهم ورحب فيهم، ولكن الشباب عندهم فرص عظيمه. هذا المصنع وهذا التصميم اللي صراحه ما قد شفته في اي مصنع ثاني او اي شركه ثانيه، ايش سر هذا الجمال؟ اول شيء انت لو تشوف المصنع مو هو كبير للدرجه الكبر، بس مبني بتكلفه عاليه جدا وهي لاسباب خاصه. اول شيء المصنع بني على اربع اساسات، الاساس الاول اللي هو ارتفاع المصنع اللي انت شايفه مرتفع تقريبا 12.5 متر وعليه سقف مستعار، وما بين السقف والسقف متر ونص سقف آخر. حلو. تمام، هذا مما يسمح الهواء يدور حوالين السقف ويقلل الحرارة دخول المبنى. ممتاز. أوكي، الغرض الثاني القزاز اللي موجود في المصنع، برضو هذا من أحدث وأفضل أنواع الزجاج لحفظ الحرارة في المصنع. ممتاز. والشيء الثالث أنه الإضاءة في المصنع دائما تكون إضاءة طبيعية، وهذا هو الغرض الأساسي للحفظ من الطاقة ومن الأنوار إنه ما نستعملها في النهار. بالنسبة على فكرة المبنى هذا هو موفر للطاقة، الكهرباء ما نشغلها ابدا، شغلنا عشان خاطركم شغلنا لكم الأنوار، وإلا لا تحتاج إلى الإنارة إطلاقا لا في المصنع ولا في الإدارة.